ترأس المدير العام لإدارة التخطيط والموارد بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد يوسف طاهر أعمال البعثة الوزارية المعنية بتفقد مشاريع بناء مدارس بإقليم البحيرة وضواحيها. بحر الدين عبد الشافي والمزيد عن هذه البعثة. وصلت البعثة الوزارية المكونة من مدراء الأقسام والمهندسين الفنيين والمفتشين التربويين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وصلت إلى إقليم البحيرة لتفقد مشروع بناء المدارس التعليمية في المناطق الريفية، وذلك بهدف الوقوف على المشاريع الوطنية التي دعمتها الحكومة مع شركائها في التنمية بغية تطوير البرامج التعليمية وترقية المواطنة. وخلال زيارتها البعثة الوزارية عقدت جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والتربويين وأولياء أمور التلاميذ، وحثتهم على أهمية التعليم والقيام بحملات التوعية الإعلامية. الحكومة يعني شال الإمكانيات، اليوم الأطفال دول هم أول ما قاعدين في الفصول، بنانا لهم الفصول وكل الأطفال اليوم هنلاجئين كان استشاريين كان هنالديبلاسي كلهم في الفصول قاعدين يلقوا التربية بالنسبة للأطفال في أخر البلدان. دونك الحمد لله يعني ده هذا نعمة كثير، وبالنسبة للأمن اليوم ده رايحين مش بكيف، ده يعني اليوم العالم كله بيشوف إديكاسيون ناسيونال في الكونتكست على التخطيط بالنسبة للمشاكل على الكريز. نحن عندنا بلان والبلان ده بس قاعدين نرسبكتي، وكل ما بكان صخير قاعد إن شاء الله نوصله ولبدون للتربية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة وشركائها في التنمية قدموا مشاريع تربوية في مجال التعليم النوعي، وذلك بإنشاء المؤسسات التعليمية في إقليم البحيرة، كما حس المدير العام المسؤولين التربويين وأولياء أمور التلاميذ على تحمل المسؤولية من أجل تربية وتعليم أبناء المنطقة.